صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس السادس عشر جاء فيه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس السادس عشر تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها يومي الأربعاء والخميس الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر 2015 ميلادية.